مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إن مشاورات جنيف ستكون غير مباشرة وستركز على قضايا رئيسة عدة، هي خطة انسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وموضوع توحيد الإيرادات وإدارة البنك المركزي من أجل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا والموقوفة منذ عام ونصف، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة. وسيستمع خلالها مارتن لرؤى الطرفين، وإذا ما استشعر وجود تفاهمات بينهما ستنتقل المشاورات إلى محادثات صريحة ومباشرة حول مجمل القضايا الخلافية، ما يعني فتح صفحة جديدة تنهي الحرب الدائرة منذ سنوات وتعيد الأمل للشعب اليمني الذي يتطلع إلى الأمن والاستقرار الشامل والبدء في مرحلة البناء وإعادة الإعمار والتنمية. من جهتها أعلنت الحكومة اليمنية أمس أنها ستطلب خلال مشاورات جنيف الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل على أيدي المتمردين، والذي يعتقد أنه دفن في قريته قرب صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى مناقشة إطلاق سراح أبناء صالح وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه. فما هو مصير محادثات جنيف المرتقبة؟ وهل ستنجح محاولات غريفيث للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب الدائرة في اليمن؟ وهل سيخضع الحوثيون لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية؟